الأستاذ محمد القروي بكر المدي الحكم الرابع الذي يتواجد معنا مراقبا لأحداث هذه القمة. محاولة تعود كرة ميلان الأولى، هذه خطيرة ولكن العارضة تمنع الكرة الأولى والكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. محاولة كانت خطيرة فريق ميلان، هي وصول اللي طبعا الفرق اللي دائما ما تصل للأدوار النهائية وسجلت حضورها الكبير. ميلان قد فاجأ الجميع في هذه النسخة. تعود الكرة من اليسار، هنا كرة ميلان، تقدم وتمرير أمامية، انطلاقة حاضرة، هذه خطيرة، نعم ربما لم يكن فيها راية وتسلل، والكرة الأولى لميلان، ميلان ميلان خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، فيها راية، فيها راية وتسلل، راية يشير بها الأستاذ محمد القروي، راية وتسلل تحقق النتائج. هكذا يلعب في الجولات الأخيرة، يلعب وهو مطمئن تماما، يلعب وهو مطمئن تماما، لا يخشى الخسارة ولا يخشى الانتصار، ربما ضمن التأهل، ولكن تحديد المراكز أيضا قد يكون له دور كبير. عرضية، هذه خطيرة، النمور السامر، ولكن دفاعات فريق ميلان يتدخلون بشكل رائع ويبعدون الكرة الماضية. تعود الكرة فيها إبعاد، راحت اللعبة طويلة بعد ذلك أيضا وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هنا الكرة في منتصف الملعب، لعبة جميلة باتجاه اليمين لنمور السامر، محاولة التقدم بعد ذلك تقطع اللعبة الماضية، عادت للكرة علي بولية، تقطع عن الكرة من علي بولية، وصلت المحاولة في التقدم ولكن ما زالت مستمرة، ولعبة تصل عرضية والرصية، أبو يابس أبو يابس أبو يابس، ولكن فيها راية، فيها راية على أبو يابس. كرة فريق نمور السامر يعودون فيها إلى تقنية الفار، كان في اللعبة الماضية قرار أو لا، ننتظر نتابع. فريق ميلان ما عنده شيء يخسره، نعم قرار سليم ويأتي بقرار، نعم هدف، هدف الكرة الماضية تحتسب، تحتسب لفريق نمور السامر ليتقدم بواحد مقابل لا شيء، نعم يتقدم نمور السامر بهدف مقابل لا شيء عن طريق رأسية أبو يابس اللي من خلالها يسكن كرته في مرمى فريق ميلان، واحد مقابل لا شيء، فريق ميلان اللي ما زال حتى الآن يسعى، ولكن نعم من رغم كبار ميلان الخبرة اللي يملكها فريق ميلان علي بولية وكذلك بوكشان في كرة عرضية، ولكن راسية المدافع أيضا تبعد الكرة الماضية، تعود لبولية أو بوكشان من جديد يحاول فيها، تقطع مرة أخرى، نمور السامر في لعبة مرتدة، كريم ينطلق بانطلاقة سريعة من اليسار، هذه فيها كرة الآن مرتدة لصالح فريقي طبعا نمور السامر، يحاول فيها كريم يتقدم، يا سلام يا سلام، كرة خطيرة عرضية ولكن راحت اللعبة الماضية وأبعدت إلى خارج أرضية الملعب. بعد أن تقدم الآن من الناحية اليمنى لمصلحة فريق نمور السامر، نتابع اللعبة، يا سلام من بين اللاعبين حمادة، هذه كرة خطيرة عرضية قد تكون لنمور السامر تسديدة، ولكن نعم راحت إلى ركلة مرمى، راحت إلى ركلة مرمى. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا مشاهدينا سعد الله اوقاتكم بكل خير، عدنا اليكم مره اخرى في الشوط الثاني في هذه المواجهه الذي يلتقي من خلالها نمور السامر امام فريق ميلان، وجمل لم تذكر ابدا على مر التاريخ في عالم كره القدم، لان هذا اللاعب قد ما قدم لفريقه، قد ما قدم للجماهير متعه كرويه، وهذه خطيره لصالح ميلان، والمحاوله راحت اللعبه الماضيه الى خارج، وربما ركله جزاء، ركله جزائيه تاتي، ركلة جزائية لصالح فريق ميلان. سلامات أيضا لاعب فريق نمور السامر، حكم المباراة يعود لتقنية الفار من أجل متابعة اللقطة الماضية، إن كان قرار سليم في احتساب ركلة الجزاء أو لا، هذا ما يعود للأستاذ موسى الكلمبر. هنا راحت اللعبة الآن، نتابع حكم المباراة يعطي قرار، نعم ركلة جزاء، ركلة جزاء صحيحة في اللعبة الماضية. الميلاني هل سيعود للصدارة؟ يعود بالنقاط، يعود يعود ويسجل الهدف التعادل، نعم هدف التعادل يسجل لصالح ميلان، واصبحت النتيجة 1-1، وهنا ربما نتابع اللقطة الذي ربما أسعدت جماهير ميلان ودكة بدلاء ميلان بعودتهم لنتيجة المباراة، بعودتهم لنتيجة المباراة والتعادل.
على فكرة بهذه النتيجة لصالح فريق ميلان، محاولة تعود فيها تسديد اللعبة الماضية، بينما أيضا إبعاد عن طريق مدافعي فريق نبور السامر، محاولة خطيرة قد تكون فيها راسية، وصلت باتجاه بندر، لمسة هذه لتسديد، والثاني يسجل لمصلحة فريق ميلان بطريقة عجيبة وغريبة تحتضن شباك نمور السامر، والكرة بأقدام يمنى إلى مرمى فريق نمور السامر، وبهذه النتيجة يعود ميلان للثلاثة نقاط وليس التعادل فقط، نعم يعودون للثلاثة نقاط ويعودون لصدارة المجموعة، وفريق نمور السامر الآن ربما بعد أن كان متقدما والنتيجة تقلب وتصبح 2-1 لمصلحة فريق ميلان. هناك يتقدم اللاعب فريق ميلان، تقدم فيها، حاول فيها، وما زال يستمر في تقدمه. يا سلام يا سلام، الانطلاقة بالسرعة، الكرة خطيرة خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، المرور الجميل في اللقطة الماضية، ولكن ما كملت اللعبة ولم تسكن في شباك فريق نمور السابت. يا كريم العولقي، العولقي في منتصف ملعب الزميلة، يتقدم فيها كريم من جديد، محاولة كرة عرضية، ولكن راحت اللعبة الماضية، عدت العرضية المثالية ووصلت الركلة مرمى، وتستمر المحاولة بعد ذلك، ودفاع فريق طبعا نائل سامر أو هذا بندر سرور اللي يحاول فيها بندر، نعم أربعة لاعبين أمام واحد، يا سلام يا سلام يا سلام، برافو عليك يا دحمي، برافو عليك يا دحمي، رغم زيادة العدد بالنسبة لفريق ميلان أضاعوا الكرة الماضية. نعم إبعاد الكرات من دفاعات فريق ميلان، حتى الآن نتابع 6-7 كرات تجسد بشكل خاطئ، يعني يبعدون الكرات في مناطقهم، هذه هي خطورة يا كريم يا لعيب، هذه ولكن راحت اللعبة الماضية، هذه هي ضريبة الأخطاء يا فريق ميلان ويا دفاع ميلان، إبعاد الكرات اللي لم يكن بشكل سليم يضع الفريق في هذه المواقف الصعبة. هنا كرة تعود، يا سلام عرضية لأبو يابس، ولكن راحت سالة لحارس المرمى. هنا وصلت الآن كرة خطيرة مرتدة لميلان، خطيرة لميلان للثالث، وأخيرا يسجل ميلان الهدف الثالث ليقتلون المباراة في هذه الدقائق الأخيرة، في آخر الدقائق يسجلون الهدف الثالث ميلان، وبها يضمنون النتيجة، نعم الثلاثة نقاط الأخيرة في آخر مبارياتهم، و3-1 أصبحت النتيجة الآن، وميلان يطمئن تماما بقيادة والي موسى ورفاق المتواجدين في دكة البدلاء الذين تواجدوا ليقفوا مع فريق ميلان جنبا على جنب من أجل الوصول للأدوار القادمة. الكرة تعود من جديد لصالح فريق نمور السامر، 3-1، الكرة عند المولد، ترك الزميلة الزال، ومعها متابعينا يطلق حكم المباراة صفر نهاية أحداث هذه القمة بفوز ميلان على نمور السامر ب3-1. متابعينا أتمنى بأن نكون قد وفقنا معكم بأسوة تعليق لأحداث هذه القمة، نلتقي بكم في قادم الأيام، تقبلوا تحياتي محدثكم أبكر معلمة.